يا بنتي خديها قاعدة، الراجل الخاين أسرع واحد يتكاشف. يا روح لا ولا يهمك، احكيلي قفشتيه ازاي ان هو بيخونك؟ كانوا في لوكاندا. اوكي، وجوزك كان لابس ايه؟ بنطلون كحلي وزري كحلي وتحتيه قميص ابيض. واللي كانت معاه لابسه ايه؟ بنطلون كحلي وعليه جاكيت كحلي. اقلعي. وتحت الجاكيت قميص لبني. هي ايه، من السعديه بنين ولا ايه؟ يا روحي لا طلق ايه، بطلي هبل بقى. بصي زي ما قلتلك، سكينه حاميه واكياس فروزن، انت لسه هتشوفي هتعمليها ازاي. خشي له الاوضه قولي له بقول لك ارشقيها في كرشه على طول. هاتي بقى الكبد في الكلى في الطحال. يا بنتي اللي انا بقوله لك ده هو احسن حل طبعا. قال الرجالة خاينين. لا اكرم جوزي ده حاجة تانية. ده كربت الحمد لله. ايه يا اكرم، جبت جون ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، سجدة شكر عادية يعني. اوكي يا روح. لا يا حبيبتي يلا هقفل انا. ايه؟ لا عيب عليك، انا ما تخنش ابدا. من الثقة بس هتخن اروح فين بعد كده؟ يلا يا قلبي باي. ايه يا اكرم في ايه؟ مفيش يا روح قلبي. مالك وشك مصفر وحاسه ان ضربات قلبك سريعه كده؟ لا يا حبيبتي، اصل نازل من غير فطار وكمان نازل على مصيبه سودة. مصيبه؟ علاء بيل وردي على وصوله، مفيش ولا اوضه فاضيه في اللوكاندا. نعم الكلام ده يا استاذه كيميليا. انا 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 هقول لحضرتك. اتفضلي قولي. ما انا لا 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 ما تنتهي ما تنتهي على الصبح، ما تزهقنيش. خلاص يا حبيبتي ما تعصبيش نفسك بقى، العصبيه دي مش حلوه عشان بشرتك. اوكي رواقي رواقي، انا هخليها تتكلم. هيا كاميليا هنتصرف ازاي؟ ما انا هي كاميليا القرف ده يا كاميليا. ما انا خايفه. ما تزهقيناش بقى كاميليا بقى. خلاص خلاص يا اكرم، يبدو ان احنا ضغطنا عليها ودي ساعه صبحيه برضو. احنا انا اشوف انا هتقول لي ايه المصيبه دي، احنا بنات زي بعضينا. وهي هتقول لي بنات ايه زي بعضينا؟ تقارن نفسك انت بدي يعني؟ مش دبل مينينج صح ولا انا متهيألي؟ اقصى عليك يا حبيبتي. هي تيجي ايه في جمالك ودلالك وشقاوتك وحلاوتك ولا خدودك ولا عودك ولا وسطك اللي ملفوف لفه هديه ده؟ خدت بالك؟ طبعا ده برواز. ما خدتش بالك من السور الشائك اللي انا عاملاه؟ واخد بالي وخايف اقرب. لا يا روحي ما تقولش كده. يلا انا هشوف بقى هي عايزه ايه بقى وبطل دلع قدامها. حاضر يا روح قلبي. حاضر. اكرم. ايه يا قلب اكرم؟ صباح الدلع. صباح الكنافه. جايالك وشي مورد، الله اكبر عليا وبضحك. ايه بقى، ايه سبب المصيبه دي بقى؟ في ايه؟ انا ايوه لا بقى لا ما تزهقنيش. والله عايزه اتكلم. طب انت خايفه من وشي صح؟ اتفضلي اهو قولي. يا مدام اميره، كنت المفروض تبلغوني عشان اعرف احجز لعلاء بيه. المفروض ونبلغك ده في اللوكاندا بتاعتنا الكلام ده يا اخي؟ انا مش فاهم يا حبيبتي. يا كاميليا ده علاء بيه الوردي ده اهم زبون عندي في اللوكاندا. انا لازم نتصرف اصلا، لازم نشوف اي طريقه. انا عندي حل يعني يا رب يعجبكم. اتفضلي. احنا نحجز له في فندق تاني يكون كويس وشيك. ده حل زي الزفت على دماغك يا اميره. شكرا. وعلاء بيه الورد صغير مش قادر يعني يكلم اي لوكاندا في مصر ويحجز. انت عبيطه يا اميره. خلاص خلاص يا اكرم، انت لما بتتعصب انا بتوتر مش كده؟ لا يا روحي بلاش. لا لا خلاص خلاص خلاص، انا ههدى انا ههدى. بصي انا عندي حل. انت شيلي اي زبون من الاوضه اللي هو فيها وحطي علاء بيه الوردي مكانه. يا مدام ما ينفعش، الوفد الاجنبي حاجز كل الاوض، لو عملنا مع حد فيهم كده هنتاذي جامد جدا. طيب يبقى كده مفيش غير حل وحيد. ايه هو يا روحي؟ نشيل كيميليا من الاوضه اللي هي فيها ونحط علاء بيه مكانها. لا لا ايه ده مؤقتا. لا ايه، الاوضه صغيره. إيه؟ صغيره. علاء بيه هيخش اوضه صغيره زي هو هالك. ايه علاء بيه؟ انا عادي بني ادم. مش حقيقي، مش مقامه. مش يا حبيبتي ما ينفعش، دي الاوضه صغيره جدا، يا دوب كومود قد كده ودولاب صغير والسرير قد كده بيشيل فرد واحد. ده انت لو فردت رجلك كده بتطلع بالشباك. واو والله. طب والدولاب بقى على كده درفتين ومرايه ولا درفه واحده؟ درفه واحده يا دوبك، بتشيل الشماعه اللي عليها الطقم اللي هي لابساه، ومرايه قد كده بشوف نفسي فيها بالجنب. يعني المرايه دي يا دوبك انت تشوفي الحته دي بس. بجد؟ صدقيني. وانت عرفت منين يا اكرم ترتيب الاوضه بتاعت كيميليا كده؟
تفكر لي. لا يا روح قلبي لا، ما انت عارفه ان انا باني اللوكاندا دي طوبه طوبه وعارف اوض الاسطاب بتوعي. باني اللوكاندا دي طوبه طوبه من فلوس بابا اللي انا اديتها لك. انت مصره تجرحيني كل شويه بالكلام ده يا حبيبتي. انا مش قليل على فكره، وبكره ان شاء الله بمجهودي وتفكيري وبمخي زي الالماس هعوض كل الفلوس دي قدها 100 مره. يا سلام، انت متضايق ان انا فكرتك بفلوس بابا ومش متضايق ان انت خليت دماغي راحت في حته تانيه اصلا فيك؟ اقصى عليك يا روحي. اذا انا زعلانه منك هو بقى. انا بشوف حد غيرك ولا بشوف حد منك؟ لا ده انت مش حبيبتي. تكلمني وانا ليا غيرك يا روحي. لا مش خلاص على الدلع. يا لهوي، محيط الاطلسي بيتدلع. بالراحه بس يا حبيبتي. لا وحياتي. لا خلاص بقى. وحياتي ابدا يعني، بلاش اللي ورق عشان ممكن اتلزق في الديكور. ما خمسة. خلاص بقى، في رباط صليبي وليله سودة. خلاص يا روح قلبي حقك عليا. عايز تصالحني؟ يا قلبي غنيني الاغنيه اللي بتوصفني. يا خراشي على مهلك تاتاتا، لو في منك تلاتة كانت القيامة تقوم. قامت الضحكة سيمفونية، أموت في الحوت الأصفر. حاجة طازة ومستوية، يدوم حسنك يدوم. بأمانة مفيكش غلطة، مش شرك ومش غلطة. خلاص صلى على سيدنا النبي. خلاص خلاص. انا عارف بقى. ايه ده؟ انت مالك واقفه بصلنا كده ليه؟ ايه بومه واقفه بتحسدنا كده عيني عينك يعني؟ قلت لك 100 مره يا كاميلا لما تلاقيني بدلع الهانم تودي وشك الناحيه الثانيه. ده دلع؟ لا نوريها بقى الدلع الصح بقى يعني. ايه يا ماما؟ انا اسفه انا اسفه. كان عندنا كتكوت وكبر. ربنا يخليهولك. لا اكبر في عيني. سيبك منها يا روحي، سيبك منها. قول لي يا روحي. قول لي يا قلبي. قول لي يا اكرم. حبيبه اكرم. طب استنى بقى، انا عايزه ادلع قدامها تاني. خلاص كفايه بقى يا حبيبتي. عايزه الف البروته. ماشي ادينا بروته كده. اها يا خلاص واحده كمان. اها شايفه ايش فاهمك انت بالفن وفي الباليه؟ ده باليه بحيره البقر ده. فاهمك. بار البجع. معلش يا سواء الدخ في الجيم بيقولها قاف. معلش. والعين؟ لا اعديها اعديها عشان ما اعديش على وشك. سوري انا اعديها. قول لي يا اكرم يا روحي. قول يا قلب اكرم. ايه اكتر حاجه ضحيت بيها عشاني لما اتجوزنا؟ نفسي. مالك بتقولها بضيق كده؟ اكنك مسافر بجمل في الصحراء يعني. يا ريته جمل. بلاش دي اخد. اقول ايه اكتر حاجه حرمت منها نفسك عشاني انا؟ اكتر حاجه حرمت منها نفسي كلمه بابا. ما فكرتيش يا اميره انا ليه لحد دلوقتي ما خليكيش تبقي حامل ولا تولدي؟ ليه؟ عشان جسمك ما يبص يا روحي. انا عايزك تفضلي زي ما انت كده، فراشه كده طايره كده، سمكه حياتي يا قلبي. اقسم بالله نفسي اصدقك والمصحف. حاسه ان انت شايفني في فلتر ميه دياب. صدقيني ولا دياب حتى. شفت الدلع؟ شايفه الغزل بين الزوجين؟ الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. طب ايه يا روحي؟ ايه يا قلبي؟ علاء بيه زمانه على وصول دلوقتي. احنا لازم نشوف حل في المشكله دي. علاء بيه الوردي ده اهم زبون عندي، هتأذي جدا. انت عارف انا المهم بالنسبه لي ايه بقى؟ مراته مدام هاله، لان دي من اهم المنافسين ليا في عالم الموضه والازياء والفشل. ربنا ما يجيب فشل يا حبيبتي. فشل ايه؟ امال ايه؟ فشل. فاشن اللي هي الموضه. ايوه. طب ما انت المشكله بقى الطقم جديد فمعلش. طب ايه يا روح؟ السنان. انت عارف الباقي يعني الست دي من كتر نفسانتها مني نازله قدامي السنه دي في مسابقه ملك الجمال الساحل. ساحل الشمالي؟ ساحل رود الفرج. ايه ده في الدوره الرمضانيه؟ رمضانيه ايه؟ امال ايه طيب ساحل رود الفرج؟ يا حبيبي ده انا جايبه لها الفساتين دي ب 100,000 جنيه بس عشان اكسر مناخيرها واخليها تتصور بيها. معقوله يا روح قلبي تجيبي لها هي فساتين ب 100,000 جنيه وهي اللي تتصور بيها؟ ما تتصوريش بيها انت ليه يعني؟ هي تيجي ايه في جمالك ولا دلالك ولا حلاوتك ولا شقاوتك ولا عودك الفتان ده يا روحي؟ دلعني كمان يا خبر. دلعني خلاص يا روح قلبي بقى بالراحه، الراجل قلبه بيتقطع بره حرام. ما كفايه كذب يا جدعان. اصل النار اخر ليفل، هتروح فين؟ انت خايف منها ليه؟ على فكره تايتانيك غرقت، هي مش كبيره على حد. ايه يا عمي في ايه؟ مش هينفع كده. انت
تعالي تعالي مرات عمي تعالي. ما ايه؟ مرات عمي فيه. مرات عمك؟ آه. مرات عمك دي هناك في البلد. لا انت لو عندنا في البلد هنغمي عينيكي وتلفي ساقية. انا بقولك بالمنطق بس يعني في البلد. سبحان الله انا بجد مستغربة موت. اول مرة اشوف بالهارسيا بتتكلم. بتتريق عليها مرات عمي؟ شو انا مش هنتريق تاني؟ خلاص على صفحة جديدة. صفحة جديدة؟ آه. لا للتنمر. مشكلة احكي لك بعدين. وبعدين ولا انا ما اسميش مرات عمك دي، اسمي مدام اميره. لبنى وسميره مدام جوعه قوي. عامل فيه ايه ده؟ خلاص يا حبيبتي ولد يتيم وربنا عامل فيه ما فيه الكفايه. طيب يعني هنعمل فيه ايه تاني؟ خلاص يا اكرم، بس بص لو ما حلتليش موضوع الاوضه بتاعت علاء بيه ده هعتبر نفسي مش فارقه معاك وما بقتش تحبني. ما اقدرش. ما بقتش تحبني جمال. ما بقتش تحبني يا حلاوه. خلاص يا اخويا خد خد تعالى. ايه اللي احترم السديري اللي يا ولد عيب ايه اللي ما اقدرش وعيب يا مراد. بعتيلك على الواتساب ما شفتهاش. لا يا شيخ. اه والله انا اول مره اشوف المد والجزر دي اتعاملت مع البنت اكنها شويه رمله على الشط. قالت ما انت كنت خبطها. اه والله بيجري بيها جوه. يا لهوي ده مد بس مفيش جزر. بيروح ما يرجعش. انت ليك الجنه والله يا منصف. انا بعمل كله عشان خاطر ربنا. اه والله. لا 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 انت ليك الجنه. بس انا واقع في مصيبه كبيره قوي يا منصف. مصيبه اكتر من كده. لا يا عم ربنا يعين. اه دي خلاص اتعودت عليها لكن في مصايب تانية.